فمن باب أولى أن تعبدوا هذا الرب
تفرض على إنسان ذكرا أو
الإسلام بدأ بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شهادة، ما معنى الشهادة في المختصر؟ الشهادة اعتراف، كأن المسلم يقول أنا أعترف بالله وأعترف برسول الله. فأنت بعد الاعتراف يأتي الالتزام، ولذلك القرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين. عندما تكره امرأة على حجاب أو ترتديه وتركب سيارة لكنها في السيارة تخلعه، وعندما تفرض عليه ابنك سلوكا معينا قد ينافقك وينفذه، لكنه إذا خلا بنفسه يخالفك. في العبادة أولا هي مهمة الأنبياء، ثانيا مبنية على الخلاف. نعود إلى الآية، فليعبدوا رب هذا البيت. الله سبحانه وتعالى أمر قريش أن يعبدوا رب هذا البيت، لماذا؟ لأن الله أنعم عليهم بنعمتين. رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، نعمتان. عندما تحتاج الى المال، لماذا يكفر الشخص اذا احب المال؟ لماذا تقع الفتن عند المال؟ فهذا الفقر، الفقر والجوع يدفع الانسان لارتكاب ما ليس من اسبابه. ولذلك قال الامام علي رضي الله عنه: عجبت لمن لا يومه كيف لا يخرج يخرج على الناس شهر صفهم. ذكر القشر يقول الا تلوم انت بهذه المصاعب، بغير مصاعب لانه لم يجد ما يقول. ولذلك الاسلام كان يركز على هذه القضيه، يقول ما آمن شبعان وجاره جائع. الآن هذا الاقتداد وهذه الرغبات وهذه التهديدات ألم تأتي من الفقر والحسد؟ هو فقير لا يجد ما يأكل، لا يجد الضروريات، فيخطب لك ويتعصب لك ويرتكب المناكر والعياذ بالله. إذا رب سبحانه وتعالى قد أطعمهم من جوع، هذه النعمة الأولى. النعمة الثانية آمنهم من خوف، والخوف هو ما طبت ما طبت. عندما تخاف كل شيء يأتيك مرا، عندما تكون مهددا كل شيء يأتيك مرا، حتى لو كانت جاية ساكن خاف ما جاتوش. حتى عندما تريد ان تقوم بامر اذا كنت خائفا لا تستطيع ان تنفذ على الامر. من بين من تبع الله به على هذه الامه، هذه الامه الجزائريه، ان الله سبحانه وتعالى ابتلاها بالفقر والجوع. أن الله تعالى ابتلى هذه الأمة ببليتين، بلية الجوع وبلية الخوف. قرن و32 عام، ماشي 5 سنوات،
عندهاش حق حتى باه يتكلم لوحده، ما عندهاش حق حتى باش يكون جزائري. بلية الجوع أرضه تؤخذ منه ويستغلها غيره ويستعمله، محروم من نعمة الأمان، لا يستطيع أن يضع، لا يستطيع أن يتعلم، لا يستطيع أن يكون شيئا، بل مطلوب منه ألا يكون شيئا. إذا هذان البلاءان، بلاء الجوع وبلاء الخوف، ابتليت به هذه الأمة أكثر من قبل 32 عام. تخيلوا أن المسجد بتاعك، المسجد المكان المقدس، يسرق منك ويتحول إلى مربط الخيول. أي كرامة بقيت لك؟ أي كرامة بقيت لك؟ غير مسموح لك أن تتحدث لا عن تاريخ الإسلام، ولا عن تاريخ جدك، ولا عن تاريخ أبيك. ومن هنا هذه النعمة
هذا قاطع إياه يقول في الكتاب
التاريخ. أنا والله نصحكم ما تخاف، اللي ما يعرفش التاريخ تاعها ما يعرفش مستقبله. أما الشجرة شجرة تبت بلا تربة بلا هواء بلا ماء. الذي لا يعرف جذوره يستطيع العدو أن يخرجه من جذوره. أنت شعب التاريخ، عندك دين، عندك بلدة، عندك نبي هو أفضل الأنبياء، وعندك دين هو أفضل الأديان، وعندك أجداد وآباء لو لم تقرأ التاريخ تاعك تخلع. أنا نعطيك مثال، قال نسيت الشيخ برنامج رحمه الله، شيخ كبير، بل نحن حتى النساء صارت منسوبة، ماشي بهذا. ثانيا من عنده الدين أبوها الجميل للزاوية الرحمانية، ناس تعديل. ولذلك أنا صاروا عندي مش أصدق، غادي نقول لكم واحد الجملة، والله غادي نتبكي هذه الجملة، بصح سمعوا اللي غادي نقول لكم. الرئيس بن مدير رحمه الله، واحد النهار كان جالس بحالي، وهذه الجلسة وقعت بعد 1967، لما اليهود احتلوا القدس. والله اللي عندها دم في وليد الله ولي فقر حاجة كبيرة. كنت جالس في المسجد حزين حزين حزين. تخيل انت الجيش الاسرائيلي يهزم العرب وياخذ فلسطين وياخذ بيت القدس، حاجة أليمة أليمة بزاف. جمع كبير دخل عليه واحد ثاني مجاهد كبير مثقف اسمه محمد صالح رحمه الله. خد عليه قال السيد الرئيس انا شفت شجاع حزين، هو بغى يبعد شعر الموضوع. شوفوا الفرق بين انسان قاري التاريخ ويعرف ويفهم. قال لي سي محمد تعطيه هضر معاه، خليني نهضر معاه في المونتاج تاعه كي قال له هضر معاه في اللغه تاع الجزائري. قال لي يا سي محمد، قال له تعرف الثوره تاع الشيخ ورانا ما قال لها وطرح الطائر المدرب. عود الجدي
تقدمنا وهي هي نسبة السمير وآخر دعوانا.